سيدات شوبينغ. أربع مشاركات غادي يتنافسوا على لقب سيدات شوبينغ، مبلغ محدد، وقت ضيق، وموضوع من اختيار ليلى حديوي. صاحبة أجمل إطلالة كتنول إعجاب المشاركات وخبيرتنا ليلى حديوي كتصبح سيدات شوبينغ. مشاهدينا مرحبا بكم معنا في يومية جديدة من برنامجكم سيدات شوبينغ. غادي نشوفوا أقوى لحظات اللي كانوا مع الغزالة غيتا اللي جاتنا من مدينة فاس، وفي آخر الحلقة غنكتشفوا شكون هي المتسابقة الثالثة معنا هذا الأسبوع. من بعد ما تعرفنا على المتنافسة الأربح على لقب سيدة شوبينغ ومبلغ 10,000 درهم، اليوم كتستمر المغامرة مع الثاني مشاركة. سلام البنات. اهلا امال. اهلا حبيبه. صافا صافا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. انت لاباس عليك؟ سلام امال. صافا كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس بخير. سمحي لينا الا قطعنا لك هذه الجلسه ديال التحليل والنقاش، اما دابا غادي نمشيو مع غيتا لعاصمه الشوبينغ باش تقلب حتى هي على ان لوك ايبر ستيلي. ثلاثة جوج واحد توب شوبينغ. غيتا شتك جاية في الشتاء، فالخير هذا، تبارك الله عليك. صباط صباط نسيت صباط. هالي قلنا خاصك يكون عندك الصباط في يديك. البنات راني داخله نقيس ونرجع لكم. واخيرا دخلتي تقيسي، حنا كنتسناو. يا الله يا يسرى، انت اللي كنتي متشوقه تشوفيها، نعطيوك شعره في الافتتاح ديال لي كومونتير. عجبتني هذه اللبسه هذه وبانت لي انيقه وداخله في القيم. الوغ انا جو سوي فان دو لا شوميز. اوكي لو جين نو ديجا بوغ دو شوز، اولا لو جين فيه لي ستراس دونك سافا با، وكون كانت خدات ان جين اللي هو ان بو بلو لارج يجي احسن، لان هكا كنقدروا نشوفوا هذا سي ان لوك دو سواري اكثر من ان لوك ديال النهار. دابا يلاه نمشيو للاكسسوارات. زوين فيه لا بتيت شينيت، هذا ستيل مختلف كيجاكم البنات. مالوغوزمون ما عنديش مع لو ستيل ارتيزانال، انا ما نصحكش بهاد لا بوشيت. هاد لا بوشيت جادور، داكشي جيومتريك بلان دو كولور فيفون اي تو، ما عنديش بحالو، كنقلب عليه باش نمشي نشريه. ميرسي غيتا اللي هزيتي في يديك. كاين هاد لو ستيل ديال لي براسلي اللي كيعمروا شويه اليد. داكور. واو واو واو، هذا انا كنصحك انك تاخذيه لانه زوين بزاف، انا عجبني. كون كنت انا في داك المحل غناخذها. وكانت هذه آخر استعدادات للديفيلي، أخيراً تاني مشاركة لهذا الشهر واجدة باش تورينا الإطلالة الأخيرة ديالها. واش غادي تنجح في التحدي وتظهر لنا بلوك نهاري بسيط وبالحذاء المفروض؟ غيتا تفضلي. سالي تشوبينغ ديالي، واجدة باش ندير الديفيلي وسورتو حاسة براسي داخلة في لوتان ديالي اللي عطاتنا ليلى حديوي. يس برافو غيتا، برافو غيتا، لانك فريمون درتي داكشي اللي كنت كنتمنى ديري. وبهذه النقطه كيصبح المعدل المؤقت ديال غيتا هو 8 ديال النقاط فاصله 33، وكتصبح في صداره الترتيب. واش غادي تستمر الامور على ما هي ولا تغير؟ هادشي اللي غادي نكتشفوا في الاسابيع المقبله من سيدات شوبينغ. المتسابقه الثالثه ديال هذا الشهر هي إيمان من تميرة. بونكوراج إيمان، حنا ما سكناش ليك. باي باي، بونكوراج. ميرسي. إذا كيف عرفتوا المتسابقة الثالثة اللي غتكون معنا هذا الشهر هي إيمان من تميرة، وكنضرب لكم موعد غدا إن شاء الله باش نشوفوا أكثر شنو هما الحويجات ديالها ونشوفوا البلاكار ديالها. سلام عليكم.